هون بس عشان تتدربوا بس تاخذوا فكره سريعه تربطوا السيستم داينامكس اللي اخذتوها في المودلنج اند سيميليشن والكنترول في الماده هاي. نفس الشيء في عندي انا هون افرض هذا السيستم انا بدي اصمم، يعني نفترض هذا تصميم حتى اذا ضلنا معنا وايد خلينا نشوف بركي نختار دي سي موتور. يعني اجى عندنا هون في عندي هاي منصه والمنصه بتلف على اكسس، راح يكون عندي طبعا هون بيرنج مزبوط، اخذتوا البيرنجز وبتاخذوا راح تاخذوا البيرنجز في الماشين ديزاين مزبوط، ماشين المنت ديزاين او في الماشينري. البيرنجز هذول راح يحملوا هذا الحمل يتحرك عليه مزبوط. الكل عارف شو يعني بيرنج؟ ايش بير؟ لاحظوا هاي بدها تتحمل لود بهذا الاتجاه مزبوط. هاي نقطه مهمه بالنسبه للبيرنجز، تاخذوها بالديزاين مش موضوعنا احنا هون، بس انا عندي لو عندي شافت وبدي اركبه على بيرنجز بهذا الاتجاه، لو عندي هذا الشافت وين اللودز عليه؟ بهذا الاتجاه مزبوط. فانا بدي اركب بيرنج هون ان الريس واوت الريس، ان الريس واوت الريس، مش هيك؟ هذول راح يحملوا هذا الشافت. اللودز عليه هون ايش بنسميها؟ لا بهذا الاتجاه هاي راح تكون راديال مزبوط، هاي راح تكون اكسيال، يعني اللود راح يصير بهذا الاتجاه على البيرنج وبهذا الاتجاه على البيرنج. فلما تروح انت تختار البيرنج وبدك تصممها وتركب عليها الحمل بدك تختار هذول البيرنجز بحيث يكونوا مناسبين لهذا الابلكيشن. هلا اذا مش فاهمين عليه مش مشكله، لانه هذا انتم مش ماخذينه، يمكن فيكم ما اخذوش مزبوط. ماشين المنت ديزاين في حد اخذه؟ في البقيه مش ماخذينه مزبوط. مش مو يعني مش موضوعي هون، بس انا بس عم بحكي انه هذا بدك تختاره، مثلا بدك تشوف ايش اللودز اللي عليه، شو اللي بده يتحمل هون. لكن هاي مثلا بدها تكون نوع ثاني من الريدي من البيرنج، لهذا تاخذ هون بدها تاخذ اكسل لود. فالبيرنج هاي والبيرنج هاي اللي بده يتحمل عليها الشاف في عليها لود بهذا الاتجاه، في عليها وزن او حمل بهذا الاتجاه بدها تتحمل. هلا عندي هذه هون القطعه هي المنصه اللي هو قاعد عليها، وبعدين عندي هون كمان احمال والحمل هذا، وبالنهايه هون صف عندي الدش. هلا انا بس بدي اذكركم انه في عندي مشكله سيستم داينامكس هون مزبوط. يعني هذا السيستم راح يكون فيه له اي ايكوفالنت كله هون حوالين اي اكسس، هذا الاكسس خلينا نسمي هذا الاكسس اكس اكس، فراح يكون في عندي اي اكس اكس حوالين هذا الاكسس مزبوط صح. ايش وحده اي؟ ايش وحده الانرجي؟ السكند مومنت اوف ماس كيلوغرام متر سكوير. فراح يكون في عندي هون هذا الجسم كله بما فيه هذا الدش وبما فيه الدش اللي هون، ما فيه المنصة هاي وايش عليها قطع واذا عليها جيرنج من هون، كل هذول القطع بقدر اجمعهم برقم واحد اللي هو اي ايكوفالنت لهم كلهم هذول. هاي بتمثل الانيرشا صعوبة لفها، يعني لو انت اجيت على هاي المنصة وحاولت تبدا تلفها مش رح تلاقي فيه صعوبة، بغض النظر عن الفريكشن، انسى الفريكشن، اي شيء بدي ابدا احاول الفه مش رح تلاقي فيه صعوبة حتى تسارعه ويتسارع معك. هاي اي ايكوفالنت هي لكل هذا الجسم اللي موجود هون. بس بالاضافه لهيك كمان هذا الجسم او هدول البيرنجز اللي موجوده وكل في فيسكس فريكشن. ايش قلنا الفيسكس فريكشن؟ مع ايش بتناسب؟ مع الفيلوسيتي تمام، او الراديال او الانجلر فيلوسيتي بهاي الحاله. اذا لو جينا اطلعنا على هذا السيستم، هلا في عندي انبوت من برا راح يكون عليه تورك. ايش وحده التورك راح تكون؟ نيوتن متر. في عندي تورك نيوتن متر راح ارمز له بالرمز تاو اوف تي از ا فانكشن اوف تايم. هذا راح اثر فيه على هذا السيستم، بس ايش راح يقاومني؟ الفيسكس فريكشن مش هيك؟ الفيسكس فريكشن قديش راح تكون قيمته؟ الفيسكس فريكشن مع ايش بتناسب؟ مع الراديال الانجلر فيلوسيتي. اذا الفيسكس فريكشن بروبورشنال تو انجلر فيلوسيتي اللي هي اوميجا اوف تي مضبوط؟ وهذا البروبورشناليتي حتى اشيله راح يطلع معي تورك منه، يعني في تورك راح يجيني فيسكس بيساعدني ولا بيقاومني دائما الفريكشن؟ اذا هذا الفيسكس فريكشن از ا فانكشن اوف تايم بيساوي بي مضروب في اوميجا تي مضبوط؟ ايش وحده اوميجا تي؟ راديانس بير سكند. ايش وحده التورك؟ نيوتن متر. اذا ايش لازم تكون وحده بي حتى هاي تضبط المعادله دايمنشنالي؟ بدها تكون وحدة هاد مقسومة على وحدة هاد مزبوط؟ نيوتن مترز بير راديان بير سكند. إذا بي وحدتها بدها تكون مش الراديان يونت لس بروح يونت لس بروح بيختفي. هلا هذه عندي نيوتن متر راح تكون بير راديان بير سكند، يعني هذا راح يصير للماينس 1 مزبوط؟ إذا بتحب اهمل الراديان بصير عندي سكند تو ذا ماينس 1 ماينس 1 شو بتصير؟ سكند سكند. إذا هذه بتصير نيوتن
متر سكند. هذه وحدته. وهاي المعادله راح تكون دايمنشنال الان صحيح. اذا هذا شو بمثل؟ بي في اوميجا تي، يعني معناها هذا عماله بقول لي انه هاي المنصه كل ما انت تحاول تتمشيها على سرعات اعلى شو راح تصير تعمل؟ في مقاومه، راح المقاومه تبعتها كتور، بقدر امثلها كتور، راح يصير اكبر. ولما تكون طبعا ساكنه قديش راح يكون الفيسكس فريكشن اللي بيقاومني؟ زيرو، لانه اوميجا اوف تي زيرو. اذا صار عندي هذا التورك اللي بعك، ودائما الفريكشن كقاعده راح يقاومني، راح يقاوم هاي الحركه. اذا اذا بطبق قانون نيوتن الثاني شو بعطيني؟ تي درايف تاو تبع الدرايف نسميه او الخارجي نسميه درايف دي ماينس تاو فيسكس اوف تي شو بيساوي؟ مجموع التوركس حسب قانون نيوتن الثاني، مجموع التوركس ايش بيساوي؟ ايش راح يعمل بهذا السيستم؟ اي في الفا. اي في ايش؟ الفا. الفا اذا الفا از ا فانكشن اوف تايم، وهذا راح يكون اي ايكوفلنت. مضبوط؟ هلا عندي محل فيسكس هون ايش بقدر احط؟ في اوميجا اوف تي. صار عندي تاو دي اللي هو جاي من الدرايف اللي انت بدك تختاره هون، الدرايف ماينس بي اوميجا تي بيساوي اي ايكوفلنت الفا اوف تي. مضبوط؟ هلا بدي انا اطلع علاقه بين مين ومين. هلا احنا تتذكروا حكينا ايش مهم اعرف حتى اطلع ترانسفير فانكشن، شو لازم اكون محدده؟ شو الانبوت لهذا السيستم؟ تورك. شو الاوتبوت؟ الفا. لا هلا هو يا بوزيشن يا سبيد، بس هل منطقا راح يكون سبيد في الحاله هاي؟ يعني انا بدي اقعد امسك الساتلايت هذا والف فيه، انا هذا هو هدفي اوصله لسرعه معينه. لكن لو عندي مخرطه شو هدفي من المخرطه؟ اتحكم بايش؟ بدي السبيد تبعتها تكون صحيحه عشان لما ببدا بخرط القطعه هاي عمالها بتلف على الصحيح وبعدين اعمل فيد صحيح، مش هيك؟ اذا منطقا هون شو الاوتبوت؟ بوزيشن اللي هو ثيتا اوف تي. اذا بدي احاول احول هذول بدلاله ثيتا اوف تي، اذا راح تصير هذه عندي تاو دي تي ماينس بي ثيتا دوت اوف تي بتساوي اي ايكوفلنت ثيتا دبل دوت اوف تي. ناخذ لابلاس ترانسفورم وبننقل ثيتا كلها على جهه واحده وتاو على جهه واحده، بصير عندي تاو تي عفوا از ا فانكشن اوف اس بتساوي اي ايكوفلنت اس سكوير ثيتا اس بلس بي اس ثيتا اس. بنطلع ثيتا اس برا، بضل عندي اي ايكوفلنت اس سكوير بلس بي اس، ايش بتساوي؟ تي دي اس. تي دي اس. صار عندي الان ترانسفير فانكشن بين ثيتا وتاو اوف دي. اذا باخذ الان ثيتا اوف اس على تي دي اس بتساوي 1 على اي ايكوفلنت اس سكوير بلس بي اس. وهذه على فكره فيها انتجريتر، مش هيك؟ اه. طلعت الاس برا بصير عندي 1 على الاس في تايم كونسترانت. هلا الهدف من هذا كله مش انا بدي اراجع الموديلنج سيميوليشن، انا بدي اياك تشوف انه الان احنا لما نيجي نصمم هذا السيستم، اذا السيستم داينامكس مهمه والسيستم داينامكس مهمه هون. لانه لاحظ انا لما بدي اروح من مكان لمكان مش بدي هذا الدش ينتقل بسرعه من الساتلايت الاول فرضا للساتلايت الثاني، اذا هذا الهدف طبعا. هلا في بعض ساتلايت في بعض دشز بيعمل تراكنج للساتلايت ببطء شديد. لانه هذا الساتلايت هو فوق الايكويتر، مزبوط؟ مش الساتلايت، الساتلايت مكانه وين؟ الساتلايت بلف حوالين الايكويتر، ايش الايكويتر؟ خط الاستواء. لكنه حتى وهو فوق الايكويتر بيتحرك حركه بسيطه جدا بنسميها فيجر اوف 8 زي 8 بالانجليزي. هاي الحركه راح تكون بطيئه ما بتهمني فيها سيستم داينامكس. لكن في بعض التطبيقات افرض انا بدي هذا الدش يتحرك، مثلا انا مركز على قمر صناعي ارب سات وبدي اروح على نايل سات وبدي الحركه هاي تكون سريعه، ماشي واضح؟ وبدي هاي الحركه تكون سريعه، ما بديش اقعد انا استنى نص ساعه، بدي اياه يتحرك مثلا في مسافه معينه بشكل معين ما بين النقطه الاولى والنقطه الثانيه. اذا هون السيستم داينامكس مهمه، ولما اوصل عند النقطه هاي ما بدي يعمل لي اوفر شوت، لانه هذا راح يعمل اوفر شوت، مزبوط؟ راح يوصل في النهايه وبعدين بقول له وقف الان انت وصلت النايل سات، راح يعمل اوفر شوت ووقف عند النقطه هاي. اذا السيستم داينامكس مهم هون. حتى اصمم كنترولر لهذا السيستم ايش اللي بدي ابدا فيه؟ اذا كان طبعا سنجل انبوت سنجل اوتبوت، مزبوط؟ الانبوت هون هو التورك والاوتبوت هو الانجلر بوزيشن. هاي بتلخص، بس بتلخص الفكره انه انت اذا السيستم داينامكس عندك مهمه، وفي بعض الاحيان راح تكون مهمه في بعض السيستمز زي اللي حكينا سبيس فيكل، زي مثلا الانفرتد بندلم اللي شفناها قبل شوي، زي لو عندي سنتري جان، هاي بتشبه كمان فكره السنتري جان نفس الطريقه، مش شيء في عندي بلف وعندي 2 ديجريز اوف فريدم، هون عندي 1 ديجري اوف فريدم بحالتنا هاي. بس طبعا حتى هذا الدش ممكن يكون فيه له كمان
حركة إذا كان بدي أجيب زاوية زاوية بالنسبة للأفق. إذا هون هاي بتلخص بس فكرة السيستم داينامكس، إنه الآن طلعت ترانسفير فانكشن لهذا السيستم، هاي ممكن أستعملها الآن في السبيسيفيكيشنز، إذا عندك سبيسيفيكيشنز أوفرشوت وسيتلينج تايم وهكذا.